وأول ما نبدأ به هذا الحفل الكريم أن تصغي القلوب والأفئدة إلى مأدبة الله في أرضه، إلى كلمات الحق تبارك وتعالى، لتكون نورا للإنسان على مسيرة الحياة. يقرأ آيات الله البينات الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم لنظلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك
وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضانا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليظلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو مولي. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوا
لي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله.